زفت يا شحاته. يا لهوي يا خرشي، قوم غضنفر، قوم قوم، ده انت ليله اهلك سودا مش مقضيه النهارده. قوم قبل ما اقوم عيالتك وشوفي بيكلمك في ساعه زي دي. هي في ايه في نيرتك السودا دي؟ قاعد بكسر الواقع. يلا وريني وريني الزوجه الثانيه. يا خبر اسود، هو اسود بقى حقك، انا هوريك كل الالوان. يا وليه يا وليه يا وليه يا وليه، اهدي شويه اهدي شويه وانا افهمك. فهمني ايه؟ ها زوجه ثانيه يا عره يا عره. طب ما تشطر على الاولانيه الاول. ها افصلي شويه يا لودي وتتصل تاني. استني لما اشوف عايزه ايه. الو. ايوه يا شحات. ايوه يا سميحه. وكمان بتحطوها صوت. خير تحت امرك. في مصيبه يا شحات. مصيبه ايه؟ بطل طياراتي بدل ما اكلك بسناني. هو في ايه؟ ما تسكت اللي جنبك دول. لا 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 مفيش حاجه، دي خناقه في الشارع، ما انت عارف العيال بتوع التوك توك. هو في حاجه؟ في مصيبه يا بجم، هو انت مش عارف حاجه ولا ايه؟ ها؟ لا لا ما اعرفش، اصل انا كنت نايم. طيب طيب هشوف واكلم حضرتك، مع الف سلامه. يا وليه حرام عليكي. انا رايي انك تتشاهد وتنام على جنبك اليمين علشان الموتة تبقى شارق. هو بقى بس هو بقى في سرير عشان انام على جنب اليمين. يا وليه عايز اقول لك دي الست سميحه مرات الحاج فواز. وكاتبها الزوجه الثانيه. هي رقمها كده عامل ايه؟ غبي غبي يعني. ايه يا اختي؟ قال لك المخزن حصل له حاجه؟ مخزن ايه؟ هو دريان بحاجه، راجل مش عارف اي حاجه اصلا وفي سابع نومه. ما يمكن يا اختي ما يعرفش. ما هو قال كده برضه. انا بدا الفار يلعب في عبي. ما هي بصراحه حاجه تماخل. معلش يا اختي الغايب حكيته معايا. ما هو احنا لو عرفنا مين اللي كلمه هنعرف فيه ايه. السلام عليكم ورحمه الله. خير؟ ايه اللي حصل؟ كنا عند ناس اصحابنا واحنا راجعين سياره طحشت علينا. مايا ما عرفت تصرف، لقينا حالنا فايتين بشجره، صارت السياره مثل العجين. لا حول ولا قوه الا بالله. مش تخلي بالك. الف سلامه عليكي، انت شكلك كده عايزه تشوفي غلاوتك عندنا. الله يسلمك، رح اجيب لك شيء تشربه. تسلم. شكرا. كنت مراهنه نفسي انك رح تجي بسرعه. وهو انا اقدر اتاخر عليكي في حاجه زي كده؟ ليش ما بتعرف انه انت السبب؟ ازاي؟ سرحت بكلامك الحلو ونسيت نفسي انا وسيئة. لا ماليش حق كده، انا كده غلطان. ما قد ما بتضلك تنق على العرس هيتنا رح نتأخر غصب عنا. لسه بدري قوي على الفرح، وعلى ما يجي هتكوني بقيتي زي الفل. دكتور قال لي حتى ابقى جمعة بالتخت وابقى اتحرك بعدين نتفه نتفه. نتفه نتفه؟ ده انت تتحركي براحتك خالص. تفضل يا فواز بدريقك قبل الاذان. لا كتر خيرك، متشكر قوي، انا لازم امشي على طول، ما يصحش اقعد بقى في وقت متاخر كده. بيا ما لحق يخلص شغله وقال رح يجي بعد بكره لانه ما عنده غيرها انت بتعرف. لا براحته خالص، واي حاجه تحتاجوها لحد ما يجي انا موجود. العربيه خلص راحت للكسر. فداكي فداكي الف عربيه. بسيطه هيك هيك كان بدك تغيري. هينا رح نقضيها بالتاكسي، لكن اجى البابا وشاف لنا شي حل. تاكسي وانا موجود برضه. على ما تخفي وتقومي بالسلامه ان شاء الله هتكون اجدع واشيك واحلى عربيه موجوده قدام الباب تحت، ومعاها اجدع سواق. احنا ما عندناش حريم بتسوق هنا. عن جد عم تحكي؟ طبعا دي اقل حاجه نقدمها لست الكل. بعدين انت مش قلت ان انا السبب؟ خلاص من اتلف شيء عليه اصلاحه. انت بتجنن يا فواز. بس هيك كتير يا فواز. كله بما يرضي الله. يا زينب مخرب بيت مخرب. يا بنت يا زينب. ايوه يا ست جايه. يا بنت عامله لك شنطه هدوم كده غسيل تاني. يا بنت لا، دي هدوم علشانك ما تنسيش تبقي تطلعي تاخديه. ياخد عدوك ربنا، يا رب يخليك ويكتب لك السعد والهنا يا حبيبتي يا ستي، ديك على قد نيتك يا اختي. يا رب يسمع منك يا رب. ده انا اللي هسمع بيكي الخلق والم عليك يا رب. لا اله الا الله يا نهار. ده انا تضربيني ليلتي يا بنتي. يا جزمه في عيال في البيت عيب نسمعهم فضايحهم. استهدي بالله يا ستي، ما ينفعش، مش اصول اللي بتقوليه ده. اطلعي منها يا اختي، انت مفيش دعوه، خليها تعمر. وديها
انك بتتحشدي في اللي مالكيش فيه ليه؟ اما انت صحيح غريبه، جوز ضرار وماسكين في بعض، انت ايه اللي حصلت في النص؟ هم لا انتوا الاثنين، ده انتوا عيله تشل، ربنا ايه؟ ربنا ياخدك يا شيخه. يخرب بيتك، عاجبك الفضايح اللي انت بتعمليها لنا في البيت دي؟ وانت يا اختي يعني عاجبك انك تضربي لي ليلتي؟ يا اختي هو مش كان عندك وهج منك؟ لا يا حبيبتي، المفروض لما يرجع يبات عندي. والله كل واحد بينام على الجنب اللي يريحه. لا يا حبيبتي، ده انت اللي طماعه وعايزه تجوشي على كل حاجه، مش كفايه وليه ان انت عماله تدحلبي له لحد ما بقيتي سره؟ عايزه ايه تاني يا انهار؟ يا اختي انا مش عايزه حاجه، انت اللي طالعه لي زي المدفع، انت اللي جايه بتقولي الشكل للبيع. ماشي يا انهار، طب قولي لي ما قالكيش هو كان فين؟ ايه اللي حصل عشان يتنفض ويسيبنا ويمشي ومين اللي كلمه؟ يا دي النيله يا بنت، انا مش قلت لك البضاعه كانت هتتسرق والحمد لله ما حصلش. طب لما هو الحمد لله ما حصلش ما رجعش في حضني ليه يا حبيبتي؟ ابقي لما يرجع اساليه يا غلاويه. حياتي عامل ايه؟ انا كويسه قوي. لا يا حبيبي انت براحتك، الله روح تيجي اللي انت عايزه. اطلب منك طلب يا حاج، عايزه اروح لامي بعد الفطار اقعد معاها شويه. ممكن يا اختي؟ ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا. ايوه برافو يا حبيبتي. طب لو جمعنا بقى ده مع ده هيطلع كام؟ 50 يا ماما. بسم الله ما شاء الله عليك يا حبيبتي، برافو برافو يا اختي. انت على طول نايمه على ودانك كده ومش حاسه بالدنيا؟ في ايه يا سميحه؟ مالك صوتك عالي كده ليه؟ في ان الهرم اللي تحت فاكره نفسها الزوجه الوحيده الفواز بيه والباقي سلطه. طب قومي يا حبيبتي، قومي ادخلي اوضتك يلا. انهار عملت ايه تاني يا سميحه؟ عملها اسود ومنيل بستين نيله، طماعه. يا سميحة انت كل شوية تعملي مشكلة في البيت، وامبارح يا اختي كنت هتخلينا نخرب بيتنا بايدينا بشكك ده يا اختي اللي ملوش اي لازمة. والحمد لله زي ما انهار قالت ازمة يا اختي في شغل، دلوقتي عايزة توقعينا في بعض؟ هترتاحي يا اختي لما البيت يولع؟ بكرة يا اختي لما يطلقك ونرتاح منك ويرميكي في الشارع زي غيرك هتقولي سميحة قالت، ساعتها بس هتقولي متشكرين قوي لك يا سميح. طلقني؟ انا كان قلبي حاسس. على فكرة الحاجة هيفطر النهارده عند اخته حية. يا ساتر يا رب، شفتي عايزه تفرتني ازاي؟ يا رب يا اختي تموتي بقهرتك واخلص وارتاح منها. هو قال لك يا اختي انه هيطلقني؟ يا اختي توكسي، هو بيقول حاجه لحد غيرها؟ احنا في ايه وانت في ايه؟ اتفضل يا حاج، اتفضل اتفضل. وسع يا عم وسع، اتفضل يا حاج اتفضل اتفضل. وسعه وسع، اتفضل يا حاج. السلام عليكم. اتفضل يا حاج. السلام على من اتبع الهدى. علي افضل الصلاه والسلام. الحمد لله على السلامه يا حبيبي. ازيك يا هناك؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبي، كل حاجه جميله. الله، حلو قوي جمله كل حاجه جميله دي. البني ادم لما تبقى نفسه صافيه وعينه حلوه بيشوف كل حاجه جميله. الله جميل يحب الجمال يا حبيبي. على الله يا مدام هناء تكون العلاوة اللي صرفها لك الحاج بمناسبة عقد قرانك تكون أدت الغرض. طبعا طبعا يا حاج، كتر ألف خيرك. لو في أي بوستة ولا أي حاجة ما دخليها لي، إنما بعد صلاة الظهر. مبروك. طب الله يا حاج. شكرا يا معلم. شكرا لله يا بيه. عارف يا شحاته انت بتفكرني بيه؟ ايه يا حاج؟ بتفكرني بالمنبه اللي جنب ودني في كل اوض نومي. اكره رنته مع ان انا اللي ظابطه. يا حاج انا محسوبك ولحم كتافي من خيرك. يا عم احنا محاسيب ربنا. ها نمرة اتنين، طلبتك تاني؟ لا ما اتصلتش بعدها يا حاج. يا منجم يا مالك، حلو. والعربية؟ وصيت عليها زي ما امرتني. حلو، والسواق؟ جاهز ومستني اشارة سعادتك. على البركة، روح شوف بقى ورانا مواعيد ايه النهاردة. ما تاخذنيش يا حاج، هو حضرتك هتشتري العربية ال ال شحاتة ده ولا ايه؟ ده شحاتة اللي بيتكلم؟ ده شحاتة ده؟ يا شحاتة. روح يا شحاتة. حاضر. روح شوف ورانا يا ابني. حاضر يا حاج، حاضر. ايه
ايه؟